بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم أمان. اليوم إن شاء الله نديلكم خبز الدار تاع العيد غدوة إن شاء الله، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. اللي بغات تديره غدوة مليح خفيف ظريف مجوف ما شاء الله. الزانغريديون تاعه أو المقادير عندنا 100 غرام مارغارين، كاس حليب دافئ، هنا تقريبا نص كاس سكر، هنا عندنا 3 ملاعق كبار زيت، هنا عندنا ملعقة كبيرة خميرة الكسرة، وهنا عندنا حبة بيض، هنا عندنا ملح وملعقة صغيرة لافاني تاع الغبرة. هنا 100 غرام مارغارين دائبة، لازم تذوبوها وتكون باردة، هنا ذوبوها وخلوها تبرد. اما بالنسبه للفرينه، انا استعملت تقريبا 4 كيسان فرينه مغربه، تقريبا ماشي 4 كامل، بقات منها حوالي 2 ملاعق كبار. ديما نقول لكم الفرينه عينيكم ميزانكم. هنا حكمت البول تاع البيطرا، درت فيه كيلا او كاس حليب ما حليب دافئ، وزدت له السكر والخميره تاع الكسره. وانا ديما قلت لكم نبغي هنا تخلطوا وتخلوا الخميره تتفاعل لمده 5 دقائق حتى 6 دقائق. هنا بعد ما تفاعلت لي الخميره نضيف عليها حبه بيض، وتزيدي الزيت 3 ملاعق كبار او 2 ملاعق كيما تحبي. هنايا درت الملح حوالي 10 غرامات على حساب الـ. وهنا ما تنسوش راني درت ملعقه صغيره فانيليا تاع الغبره، ودرت المارغارين الدائبه البارده، وتخلطي في البيطرا كيما راكي تشوفي. يعني تخلطي في هذا الخبز الدار، ديري ملعقة صغيرة على الرأس تاعها. دوك نوري لكم الكركم، هذا هو الكركم. هنا تحكمي كاس فارينة تغربليه، أنا ديما قلت لكم فارينة تاعكم تغربلوها كيما راكم تشوفوا. وتضيفوا لها القليل من الكركم راكم تشوفوا. شتو قليل من الكركم كيما راكم تشوفوا، ونضيفوهم للخليط تاعنا كيما راكي تشوفي. اني ديما قلت لكم فارينه اول شيء تغربلوها، ثاني شيء عينيكم ميزانكم. انا سبق وقلت لكم 4 كيسان فارينه بصح بقاو لي حوالي 2 مغارف كبار من 4 كيسان فارينه. ها راه القوام اللي تحصلي عليه بعد ما خدمتيها في البيطرا. هنايا تغطيها وتخليها ترتاح لمده ساعتين. هذه هي واش بقى لي من الفرينه تاع 4 كيسان، حوالي 2 ملاعق كبار، هاني وريت لكم. هنا تغطيها وتخليها ترتاح لمده ساعتين كما راك تشوفي. هنا بعد ما ارتاحت ما شاء الله طلعت لي خمرت لي كما راكم تشوفوا. هبطي لها الخمور تاعها بعد ما اختمرت،
وعجنيها حوالي زوج دقائق بيديك مامبا. هنا تحكمي الصينية تاعك وتفرشيها بالبابي كويسون وتبسطي عليها خبز الدار كيما راكي تشوفي، تحليه بهذه الطريقة. هنا تغطيها بالبلاستيك وتخليها ترتاح حتى تطلع لك، تشوفيها بعينيك بلي طلعت اختامرت لك المرة الثانية. تحكمي صفار حبة بيض، تضيفي لها شوية حليب كما راك تشوفي وتخلطي، وتدهني وجه خبز الدار تاعك غير بشوية بعد ما راه هنا راه مختامر ما شاء الله، تدهني الوجه تاعه بالصفار البيض والحليب اللي خلطيهم مع بعض، وتحكمي الفوكشة تاعك أو الفرشيطة وتطرسي أشكال كما بغيتي بهذه الطريقة. ومن بعد ديري تزوقي بالجلجلانية كما بغيتي. تدخليها على الفرن درجه الحراره 180 درجه، راهي تطيب من التحت، ومن بعد تشعلي لها من الفوق وتنقصي لها النار وتخليها يعني تطيب من التحت ومن فوق على درجه 180 درجه. ومين تخرجيها من الفرن مباشره غطيها بالقماش. ان شاء الله تجربوا هاد خبز الدار تاع العيد بمناسبه العيد، تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله لجميع المؤمنين المؤمنات والامه العربيه والاسلاميه. ربي يحفظ الجميع وربي يتقبل صيامكم وقيامكم ويهدينا جميع الطريق المستقيم ويفرج علينا ويشفي جميع مرضانا ويرحم جميع موتانا. ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.